كارد ايدنتيتي ما شيء بدار ما بد ما بنتو باسبور للحجاج. كان سوينا اجتماع مع المدير العام للشرطة تشاد وفهمانا حج معروف حج باسبور حقه بسو في 3 يوم بس. من ما نظام ده خطينا ما لقينا اي صحبات، لكن قلنا من ما نارم ده كفة ده قلنا رشي هنا الكفين ده يكفي لأنه يمثل زول ده تانيه كل شيء شافوه اكدوا عشان ده يكفى. تريك كان السعودية شيء كقصر لنا كما في، كان بالنسبة للسكن في مدينة خلاص جاهز، كان بالنسبة للترانسبورت عن الحجاج الباصات أجرنا الفلوس كفينا، بالنسبة للسكن في مكة أجرنا الفلوس الأفانس أنتينا، بالنسبة للميناء كل شيء كفينا، حتى السنة شلنا فراش مثلا الأدراد والشندو للحجاجنا عشان ما يردوا في ترابتي، كل شيء بالطريقة لنا جائزين. بس لكن هنا زي ما قلت في تشاد عندنا صحبات شوية ما صحبة، لكن صراحة الأجانس دي فواياج كان هنا شلنا 10 أجانس دي فواياج. زي ما تعرفوا اللجنة هو ما يستقبل الحجاج، الحجاج هم ناس اللي بيستقبلوا ناس الأجانس دي فواياج، الحجاج بمشوا مكان أجانس دي فواياج بيسبوا قروسهم هناك يخلوا باسبور هنا، اللجنة الأجانس دي فواياج هم بيجيبوا لنا هاج الإجراءات هنا، نحن ندخلوا في السيستم الإلكترونية عشان نفتش الفيزا.